حبس معروف البرزنتشي. ولدت في السليمانية وعرفت باسم حبس النقيب. أسست أول جمعية نسائية في الشرق الأوسط هي جمعية نساء الكرد، وكانت حبس عرفان سكرتيرة الجمعية، وحبس النقيب هي زوجة الشيخ محمد الحفيد، وكانت أول من افتتح مدرسة للبنات في كردستان في بيتها، وكانت هي طالبة في نفس المدرسة ووقفت مع نضال زوجها وتعرضت للنفي، وأرسلت رسالة مشهورة لعصبة الأمم المتحدة عام 1930 للمطالبة بحقوق شعبها، واهتمت بالعرب بلا تمييز عن الأكراد. حبس معروف البرزنتشي